السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو ما راح نلعب، بدنا نجاوبكم على بعض الأسئلة اللي انتم سألتوني عليها واشرح لكم مود ان شاء الله. هلا بالبداية اول شيء راح اشرح لكم اول شيء الشغلات الأساسية اللي راح نحتاج لها ان شاء الله، وشو هو المود راح نشرحه. طبعا هو المود راح نشرحه الجديد اللي هو هذا، هو اسمه بس، ولكن ما بتقدر تحمله تحميل عادي. راح افرجيكم له طريقه خاصه بالتحميل بانكم انتم طلبتوها، بس هو صعب يتحمله صراحه على البي سي، ولكن ممكن تحملوه على، يعني اذا اتبعتوا الخطوات مثل ما راح احكيها بالحرف الواحد ممكن تحملوه، بس هو شوي فيه صعوبه. المهم طبعا هو ما يشتغل على البلاي ستيشن، هذا بس للبي سي. في مود تاني نحتاج لهدول المودات اللي هن الجلوبال كومباني. للي يسألني بشان المصاري، طبعا في عندك عدة خيارات لحتى تحط مصاري باللعبة، لانه هذا الشيء رح احكيه هلا قبل، لانه بعدين باللعبة ما رح نقدر نحكيه. عندك عدة طرق لتجيب مصاري. الطريقة الاولى انك تدخل سيرفر بابليك سيرفر، تدخل سيرفر انت وصاحبك، وبعد ما تدخل على مزرعتك وتصير انت تطلع غير مزرعة وبتعطي مصاري لحالك. طبعا اكتشفوا هذا الاشي وصووا في مود تاني نزلوه. مجرد ما انك تدخل دخل هذا معك، تكبس زرين كان كالت الت صفر انا ما اتذكر، بيجيب لك مصاري. المهم بعدين نزلوا مود احدث منه اللي هو بالجلوبال كومباني. طبعا هو ما تبدأ تنزل واحد، لازم تنزل المجموعة كاملة، يعني هدول اربعة، هاي خمسة وهي ستة سبعة، كل هدول بدك تنزلهم سوا اجباري. تمام، هاي خلصنا منهم. الشغله الثانيه رح نحكي عنها كمان، رح نعلمكم شلون تنزلوا هذا المود مشان نشرح لكم اياه بقلب اللعبه هلا، لان حابب ابدا معي بجديد واشرح لكم على الاثنين سوا. تمام، اول شيء بنروح على جهاز الكمبيوتر، بنروح على شيء اسمه جيت هوب. ممكن انتم اول مره بتسمعوا فيه او ممكن ما لكم شايفينه قبل هالمره. المهم مثل ما لكم شايفينه هو اسمه جيت هوب، وهذا خاص للمبرمجين بشكل جدا كبير، يعني المبرمج بيستفيد منه. اذا ما انك مبرمج ما رح تعرف تشتغل عليه وشوي صعب. تمام، ولكن على كل حال انا راح اعطي لكم الرابط تحت تدخلوا مباشر، طبعا حافظون هون عندي بالماي ستار، راح احط لكم انا هذا الرابط موجود في صندوق الوصف، وبالاضافه راح احطه ملف الاكسل مشان فورا انت بتاخده وتجيبه لهون. تمام، في عندك خيارين للتحميل، تقدر تكبس من هون تقول له داونلود. طبعا هو في له هون له شغله ثانيه لوصه ما اعلمكم عنها بعدين، هي شغله البرمجه بنعلمكم علاقه فيها، او تنزل لهون لتحت وتكبسوا عليه. هو حجمه كله على بعضه 1 ميجا بس ما تحمله، بصير عندك على الكمبيوتر، بتروح بتفتح جهاز الكمبيوتر مثل ما انكم شايفينه، بتفتحوا جهاز الكمبيوتر مثل ما انكم شايفينه قدامكم، بتروح مثل ما انتم شايفين على اليمين كلمه مستندات، او تقدروا تدخلوا من هون على مستخدمين على اسمك، بعدين بتدور على كلمه مستندات بتلاقي هاي كلمه مستندات. تمام، بعدين بتدخل بتدور على شيء اسمه ماي جيمز، ها هي مثل ما انكم شايفينها، بتدخل عليها، بعدين على الفلاتر فارمينج سيموليتر بتدخل عليها، بعدين بتدخل على كلمه مودز. طبعا انا راح احط لكم هذا الرابط كمان بصندوق الوصف، انسخه وجيبه هون على المتصفح، الصقه يعني هلا شوفوا مثلا، راح اعطيكم هلا مثلا انا رحت على جهاز الكمبيوتر. تمام، هلا انا ناسخه، بجي لهون بعمل له لصق، شايفين شلون اللصق لحاله، بكبس انتر راح يجيبني لهون. بس طبعا انت لازم تراعي اسم المستخدم بتغيره. تمام، هاي نسيت اقول لكم عليها. المهم تدخل عليه، بعد ما تدخل عليه بتجيب الملف اللي انت حملته اللي هو تقريبا هنا. المهم اللي انت حملته بتجيب الملف التنزيلات بتنزله هون، هو هون موجود، وين وين وين. طبعا بعد ما بتجيبه بتحطه هون، هو هذا هو اسمه كونسول بلاي ماستر، وطبعا راح ينزل معه هذول المودات، او ممكن انت بتنزلها على كيفك. طبعا هذول المودات لهم شغلات تانية، بس المهم انه هو نحن محتاجينه هو هذا المود اللي هو اسمه ماستر. تمام، كونسول بلاير ماستر. تمام، بعد ما نزلنا خلصنا. تمام، على 24 نفتح اللعبه، راح بيكون نزل عنا، راح نسوي انشاء لعبه جديده، راح ندخل هون، بعدين بندخل عليه راح نقول له ناخذ هون، احنا ناخذ ارض زراعيه تكون صغيره هي مشان فورا نحصدها ونزرعها، ما بديرهم ارض صغيره، ما بدي ارض كبيره، لا هي هون الارض اصغر بتكون. طيب بعدين نعمل له كونتينيو وبنفوت اللعبه، وهلا بشرح لكم قلب اللعبه، نشرح المود ان شاء الله. تمام، هلا وصلنا الى الشوب ان شاء الله. هلا بدي اشتري طبعا حصاده، لانه انا نزلت غلط اخذت الارض اللي ما فيها حصادات، ما فيها شيء، اشتريت الماء بالغلط يعني دائما. المهم فخلينا نشتري حصاده على السريع. طبعا راح اشتري هيك كبيره، بس ما معي مصاري. هلا بدنا 450,000، منين اجيب 450,000؟ انا معي مليون، معي مليون. بس المهم راح اجاوب على السؤال اللي سالني شلون اضيف مصاري في قلب اللعبه، لانه هلا انا محتاج مصاري. تمام، بعد ما نزلت هذوليك المودات اللي هو الجلوبال ماب، المود اللي مثل ما انتم شايفين مجرد ما تكبس هو مكتوب كنترول ليفت، الكنترول اللي على اليسار زائد الجي، تطلع معك هاي الشاشه. طبعا
فما صلت معك هاي الشاشه، فاذا انت معك مصاري وتقدر تسوي اللي بدك اياه فيها. المهم بعدين تيجي على الكيبورد تكبس F11، تمام؟ تكبس F11 راح تطلع قدامك هاي الشاشه. طبعا هاي الشاشه راح تسمح لك تغير جو وتغير كثير اشياء فيها، كثير اشياء تعمل عليها، بس انا ما بحب العب فيها مشان ما اضيع الناس. اذا انت تحدد اليوم من امتى يبدا، شو نظامه، الجو، العماله، تفاصيل كثير يعني تقدرون تتحكم فيها. فانا ما راح ادخل بكل التفاصيل، بس راح نجي على هي كلمه اسمها اد او ريدمو او ريموف ماني. انا راح اطلع بشكل مبدئي تقريبا 1,000,000. مليون الى الرصيد، ما تكون شايفين ضاف على رصيدي 1,000,000. وطبعا مش قد بدك انت بتضيف، تضيف على كيفك يعني، ما هو انه رقم محدد يعني. تكبس انتر، تكبس انتر، بس انتر ثاني كمان 2,000,000 صار ما كتب، تمام. بس هي ببساطه بكل سهوله شلون تشتري او شلون شلون تصير عندك مصاري. طيب هلا نحن وصلنا على الارض، طبعا ما وصلنا لها على طرف الطريق او ما بعرف وين طرف الطريق اساسا. المهم حنوقف انا هون لانه رح يشتغل هو الماكينه بشكل كامل، رح تشتغل لحالها. طبعا نكبس اول شيء بزر الفاره، زر اليمين، فما نكبس زر اليمين. طبعا حتى ممكن تدع الطريق ممكن تخليها بتشغل المود لحاله بيجيك، لان في مره انا جربتها كنت بالكراج وشغلت المود وراحت لحالها يعني، خصوصا مثل هي المودات الاساسيه تمشي لحالها ما في اي مشكله. المهم نكبس على اشاره المعدات في حال انه بدنا نحصد، حن من الرش السماد او شيء بتطلقها اساسا يعني. انت بس تحط على الماكينه هو لحاله، يا هي الماكينه او هي الماكينه، هون بيحدد لك نقطه المشي. اذا انت عندك مثلا معلم على طريق مشان يمشي لك عليه فانت بتستخدم هاي الشيء. المهم نحن هنستخدم هاي. طبعا في شغلات ثانيه انا لسه ما بعرف، مثل هون حصاد، مثل في اشياء كثير. المهم بعد ما نكبس على هاي نيجي على كلمه هاي الكونسول جنريتر. طبعا نيجي لهون، هلا بدنا هون نحط رقم الارض. الارض هو 16. بعدين هون اسلوب الحصد، طبعا انا اكثر من هيك ما عرفت وبس. طبعا هون في عندك مثل بالتول يعني، هون هي الاداة والاداتين ما بعرف هي اكثر مني. شوفوا شلون حط لي اياها هيك، رسمني بهالمخطط اللطيف. طلع من هون بتقول له بعدين درايف كورس وميت الوقف. المهم قلنا له درايف كورس انه مشي على شنو، هو راح يبلش يفتح وانا راح اركب معه وفرجيكم شلون. ان شاء الله بتكفي بس راي يكفي كامل عشان ما اروح اجيب سياره وثانيه وافضي وشي. فراح نتفرج معكم انا ونشوف شلون الزلمه. تشوف شوف هلا تركها هي الصغيره راح يرجع عليها ويحصدها بشكل وبس. بيكونوا خلصنا من شرح المود ان شاء الله. اذا في عندكم اي اسئله ثانيه بتحب تسالني شيء جديد ان شاء الله. لعبه 22 راح اشتريها لان حكينا معهم ما ردوا علي وشكلهم ما راح يردوا على حدا، فان شاء الله راح انزل لكم بالمود الجاي اللي بعده يعني باراضي الاسبوع الجاي، بنزل لكم فيديو شو هي الشغلات راح تيجي فيها، شو الشغلات الاضافيه، شو الشغلات اللي راح تستبدلها، ونحكي عنها كلياتها ان شاء الله. وبس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بشوفكم فيديو جديد حلقه جديده ان شاء الله. بعد باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.